دلوقتي احنا عملنا initial setting للسنترال بان احنا حطينا المفتاح بتاع الانيشالايز على وضع السيستم انيشالايز وفتحنا الباور للكباين الاربعة، ولما ابتدى الكابينة الاساسية تعمل فليكر وديناها على وضع النورمال وانتظرنا لحد ما ثبتت الاضاءات كلها بتاعت الاربع كباين بالشكل ده، بمعناه ان السنترال اشتغل. وكنا عملنا خطوة مهمة جدا في بداية الانيشال سيتنج، ودي ورناها كتير على الفيديوهات، ان احنا بنخلي السيتنج بتاعت التليفونات الاي بي فولي اوتوماتيك وبنحط له الرينج بتاع الاي بيهات اللي يسحب منها. دلوقتي الخطوات اللي لازم نعملها عشان يبقى الكونفيجريشن بتاع الاي بي تليفون على السنترال لان اس 500 اوتوماتيك، يعني انا بحتاجش ان انا اعمل اي سيتنج، لا بحتاج احط له اي بي ولا بحتاج ان انا افهمه الاي بي بي اكس اي بي فين، مفيش اي سيتنج بعملها من التليفون، مجرد ان انا بلاج اند بلاي اللي هنشوفها دلوقتي واحنا بنعملها عملي. الخطوه دي تستلزم بدايه ان انا اخش هنا الديفايس اوفر اي بي اكستنشن سيتنج، طبعا انا بختار عدد التليفونات الاي بي اللي انا هوصلها، وايا كان العدد اللي انا اختاره لو كان اقل من 32 بيفتح كارت، لو كان اكتر من 32 بيفتح 2 زي ما هنشوف. بنختار هنا ال registration mode يبقى full automatic، يعني انا ما اتدخلش. طيب ده بيستلزم ان انا اروح على network service وافتح server feature واخش على dynamic host configuration protocol واخلي DHCP enable واختار الـ IP اللي انا هحطه، مثلا يبقى كده ابتداء من 50، وطبعا انا نفس اللام بتاع السنترال لان السنترال .0.101، واعمل الـ ending بتاعي مثلا لحد 80، فانا كده مديله range 30 IP وزعهم على تليفونات الـ IP، واعمل apply اوكي كده اقدر اعمل للتليفون الاي بي بلاج على السويتش او على نفس اللان اللي عليها السنترال، هيشوفه اوتوماتيك وده هنشوفه عملي حالا دلوقتي باذن الله. دلوقتي احنا هنشوف احنا هنوصل التليفونات المختلفة ازاي. طبعا الديجيتال بيوصل هنا على كارت الديجيتال، بس انا مش واخد كابل ار جي 45، انا واخد كابل ار جي 11، عشان كده هو خد اوتوماتيك رقم 102 كتليفون ديجيتال. والتليفونات العادية انا باخد كابل ار جي 11 برضو وبحطه في اي مخرج من المخارج السنجل كده، فكده التليفونات العادية شغالة. بالنسبة للسنترال لازم اوصله على سويتش، فانا هوصل السنترال على السويتش بهذا الشكل. وبما ان الكونفيجريشن للتليفونات الاي بي فولي اوتوماتيك، فانا كل اللي بيلزمني ان انا اجيب التليفون الاي بي واوصله على البي يو اي سويتش عشان يشتغل، وانا عندي كمان تليفون تاني اللي هو 325، ده حاجة قديمة شوية لكن ده اللي هو 5 4 3 ده حديث، فاحنا هنوصل كده وهنوصل على البي يو اي سويتش لان انا مش مستخدم الادابترات بتاعت التليفونات الاي بي. وبما ان السيتنج اللي انا مختارها في السنترال انه يبقى فول اوتوماتيك، فانا مش محتاج اعمل اي حاجة للتليفون، لا ولا احط له اي بي ولا اعمل له اي حاجة، هو انا خليت الدي اتش سي بي اوتوماتيك في السنترال، دايناميك هوست كونفيجريشن بروتوكول خليتها اوتوماتيك، فمجرد ما بشبك التليفون زي كده هو اشتغل اهو. اوكي التليفون لان تي 5 4 3 بياخد وقت شويه اشتغل تمام.
وبص على الانفورميشن بتاعته، هو 233 اهو تمام، وطبعا انا هنا 234 وحبيت اطلبه. زي ما شفنا التليفون الاي بي مش محتاج اي حاجة غير ان انا احطه على بي يو اي سويتش او اوصله الادابتر بتاعه واوصله على نفس اللان اللي عليها السنترال. وبما ان انا مختار ان السيتنج تبقى فول اوتوماتيك في السنترال، دي عملناها كتير قبل كده في الفيديوهات، وحطيت له البول اللي هو ياخد منها الاي بي هات، التليفون مجرد ما بشبكه زي ما حضراتكم شفتوا